اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني، هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيط. تعال. عندك حبان ومستكة؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه، من خربتي بحيرة. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيرك. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في ايه؟ هو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه لو مغفل. انت يا ست انت لئيمه. انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلت. يعني ايه؟ هو حسن وقعت في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يطلع فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البروم؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل، يلا امشي. احنا بنربي هنا فران وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت بره. دي وليه مجنونه بره. بتقول رجل عفريت بره. تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار، مطلع ما يقص صاحبه. قال لك يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ مين عمره حلف على الشغلانه ده؟ انت بترفق في ايه وهتروح؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربي يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا اخي نفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بنت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى يا
هياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتهز من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مراد خان. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو قوم في الزيت اهو. قوم يا خال انت كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي؟ تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا سحسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع اللي هناك كوبايه شاي تقيله يا ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في كيس الدين داهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تحصلوا يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم. يا خال مفيش. يا خال اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات ياسين انت ما صدقت.
الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى، دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي، راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خلي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا القوانطه دي. عيب يا اسطى، ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا مسدود. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتي. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا، روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي بقى في الناس الشروكه بقى. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. ده بتاع الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ انا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. قوي، انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي سيدي سيدي، الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. يجي منه تمام. مقطوع من شجره، واقع من على النخله، وحالته انفشه وشكله انشط. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سمتك الغبي. بقول يعني احنا في السجن يا سي خليل. حمار الغبي الغبي يا حسسانين. انا بالمؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له وعاها انتكه. انتكه؟ انتكه ايه؟
غزق عين هياكله الشاهد. غزق عين هياكله شاهد الشمال بس، ولما يبقى فل ومتريش نخزق له الثانيه ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم، يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن، اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه، ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. أني حزور الست أم هاشم وسيدنا الحسين، وأتكل على الله أخذوا الحلزوني وأروح بلدنا. روح؟ إيه وهروح؟ تروح؟ أصل أنا طول عمري فقري، وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح، يعني ما بحبش أنا مش عايز شهادات. أنا وأدخل الحمام زي خروجة أنا. يا أنت إحنا هندي لك لصنص مرة واحدة. يا سيدي أنا مش عايز، أنا فرحان إنني جاهل، أنا مش عايز شهادات. هتسمع كلامي هلا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقرون بعدين، عارف مرقرون؟ اسمع كلام، محدش هيعرف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بقالهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني. انا عايز رجلي. هاتولي رجلي انا اروح فيكم في داهيه. بس يا جماعه انتوا. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى. ده انا مش موجود. راحت المراكز. هو انا عيال هنا؟ علاها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا ده. انا دكتور جمعه، ومية مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟ خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص انت استاذنا بقى، شوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. أستاذ النماذج تقف قدامي كويس. اقف. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. انت هل شمال هناك؟ تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ إذا كان 156 قطع رجل، أمال 2112 هتقطعوا لي إيه؟ هتقطعوا لي إيه؟ ما
تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناصية يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مدد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ميقولهم ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك، قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده، ما تقطعوني الزاكيته دي. اخرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحاتي يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم، إلهي يا رب. أهلاً أهلاً أهلاً. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ، إلهي ربنا يكرمك. إلهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النظارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالاً. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوة، انت شوف شغلك، انت بلاش لماضة، مفيش اثناء العمل بوس. إلهي يا رب ربنا يكرمكم. إلهي يا رب، ما تجيب حاجة، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجة لله. إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك. احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز.
انت بتتكلف مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الهول، انت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا، اتعشى. عشو؟ بقولك ايه؟ على فكرة، تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك. تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم. ربنا ما يحرمكم من نظركم. ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ليه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنة انت ومامتك. ده كده حلاوة.